إخوان المشاهدين والمشاهدات، السائقين والسائقات، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوان تشوفوا معايا في هذا الطريق، هذه راكم عارفين دابا هذا هو النفق ديال ما بين مراكش وأكادير. بعد التساقطات المطرية الخفيفة شوية ديال الضباب والبرودة الإخوان، هنايا البرودة البرودة الإخوان وصلت هنايا 12-13 درجة ديال البرودة، يعني الطريق باردة. كما كتشوفوا معنا تساقطات مطرية خفيفة في هذه المنطقة هذه. اليوم الإخوان هو 11 يونيو 2024، يعني 11 شهر 6 2024. هذا التونيل ديال أكادير، الطول ديالو الإخوان 560 متر اللي في هذا النفق هذا، 560 متر. نفق رائع جدا. إخوان الطريق في اتجاه مراكش وابن تالوت، أجواء متقلبة. يعني الإخوان دابا حنا في شهر 6، يعني في فصل الصيف، وبقى برودة وبقى الشتاء خفيفة، ولكن ما منتظريش كتكون بحال هذا الوقت هادي، بعد راه تقريبا فصل الصيف. يعني الإخوان المشاهدين، المناخ تغير الإخوان شيئا ما، لأنه في الوقت ديال الشتاء كان الشتاء ناقصة ما طاحتش، بعض المرات حتى فات الوقت ديال الشتاء عطاح الشتاء، ولكن هذا الشيء أمر الله سبحانه وتعالى، هو اللي قادر باش يطيح الشتاء في أي وقت والله يغير. جو غائم، تساقطات رقيقة خفيفة،
استقر الإخوان بعد مرات تكون الحرارة، بعد مرات الرياح، بعد مرات جو غائم كيكون شوية البرودة، والحمد لله وشكر لله على كل حال. تقريبا هاد التساقطات الخفيفة من محطة الاستراحة اللي كاينة في الفوق ديال ريح السيارة، في هاديك البلاصة تيقولو ليها الواد ديال الريح، تيكون فيها البرد قوي بزاف في المنطقة تما، من تما حتى لهنا الإخوان تقريبا حتى لهنا من تالوت، وهي تساقطات خفيفة، تساقطات مطرية خفيفة. طريق السلامة لجميع مستعملي الطريق. إخوة المشاهدين، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم الجديد، ما تنسوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. كنهبطو الإخوان من الجبل، وهي أمطار مصافي ما كتنقص هنايا قليلة، ما كاين والو هنايا. نكتفي بهذا القدر الإخوان المشاهدين والمشاهدات، وإلى فيديو قادم إن شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإلى فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه دورة ديال ابن تالوت.